مجلة واحدة بمسمى معين على مدار الأربع سنين بتنشر افتتاحيات عن مصر بنفس الصيغة، ولا يوجد أحد استطاع أن يتعامل معها. يعني مثلا هعرض على حضراتكم نماذج من مجلة الإيكونومست رقم 10، يعني ده كان رقم 10 ده لو ظهر على الشاشة، ده المقال اللي هو عمل أزمة في الفترة الشهر اللي فات والكلام ده، ده كان عبارة عن اللي هو تخريب مصر أو خراب مصر أو غير ذلك. وقفنا عندها قبل كده، the ruling of Egypt. طبعا كتيرة جدا، وطبعا دي، وطبعا الشكل اللي بعده كان رد وزارة الخارجية وليس رد أي حد، كان وزارة الخارجية ردت على هذا المقال. لكن الغريب ان انا لما شفت المجله وتصفحت المجله عبر الثلاث اربع سنين لقيت مصر كانت عباره عن الغلاف حوالي خمس ست مرات. يعني الشكل اللي بعده كان بيتكلم عن ايجيبت استراتيجي، التراجيدي بتاعت مصر. فده برضو كان بيتكلم، وده الغلاف ده سنه كام كان الغلاف ايجيبت استراتيجي؟ 2013. برضو الصوره اللي بعدها كان غلاف ايضا على الريسك، مصر ايجيبت ان بيرل، مصر في خطر، مصر في ريسك، او في مصر في غير، وده كان موجود ايضا وده غلاف. ايضا كان لما الثوره قامت 2011 وكلام كده كان ايضا هناك اللي هو الشكل رقم 14 ومبارك بيغرق في في الرمال بتاعه مصر وكلام كده، وده كان موجود وموجود وهناك هو انا بتكلم عن موضوع غلاف، يعني في جوه خمس ست موضوعات بيتكلموا عن هذه القصه. ما هو عدد بقى موضوع عدد العدد كامل. ايضا كان في عن الثوره لما قامت الثوره ان مصر تنتفض او مصر تقوم او غير ذلك، وكان موجوده بشكل كبير. انا بتكلم على مجله واحده، هي مجله واحده بس بتكلم. مثلا ده ايجيبت رايزز اب ده ممكن يعني مش سلبي. اوكي ده كان مش سلبي. ذا باتل فور ايجيبت، المعركه من اجل مصر. ونفس الحكايه يكون مثلا بتتكلم عن العرب ككل وبتقول عليهم اللي هو ذا تراجيدي اوف ذا ارابس، او اللي هو اللي انا عايز اقوله ايه، ان احنا عرفنا ان في مجله معينه، هذه المجله متخصصه في هذا الموضوع. اربع اغلفه، احنا بنتكلم في 6 أو 7 اغلفه موقف معين بالظبط، اربع اغلفه للتوغل في هذه المجله. ماذا قدمت على مدار اربع سنين انت كهيئه عامه للاستعلامات او كناس مسؤولين عن مخاطبه الاعلام الدولي؟ انت عملت ايه خلال الاربع سنين عشان تحتوي هذه المجله وتحاول على الاقل ان هي ما تنشرش عنك اخبار سلبيه، او يعني يا سيدي او ما تنشرش خالص عنك، احنا مش عايزين تجاملنا وتقول لنا اخبار ايجابيه، بس على الاقل يكون فيها نوع من التوازن. للاسف الشديد الهيئه العامه للاستعلامات ومكاتبنا الاعلاميه في الخارج مسؤوله مسؤوليه تامه عن هذا الموضوع. ده موضوع انا استغربت، يعني نفس المجله، انا مش بتكلم على مجلات متنوعه، مش مسلحين يتعاملوا مش مسلحين.